العملية جرانيت 2 المعدلة، دقة التخطيط وبراعة التنفيذ. التخطيط الاستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر لعام 1973 أحد أسباب انتصارات أكتوبر المجيدة. شمل التخطيط الاستراتيجي التوجيه السياسي العسكري للقادة وإعداد خطط العمليات والإشراف والمراجعة واختبار العمليات المخطط لها ضمن نجاح المهمة. الإعداد للعملية جرانيت 2 المعدلة من أهم الوثائق التي قام الموقع الرسمي لوزارة الدفاع بنشرها. جاءت الوثيقة بخط اليد بتاريخ 22 إبريل 1973. الوثيقة صادرة عن قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية بالنيابة إلى رئيس شعبة العمليات البحرية بخصوص تعديل الخطة والتي كلفت بها القاعدة بتنفيذها. أسند للقاعدة عدد من المهام، منها الاستعداد للإغارة على العدو وإبرار الضفادع البشرية والمعاونة وتوضيح مناطق التحميل ومناطق الإبرار. توضح الوثيقة مطالب قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية للاستعداد للعملية، ومنها إعداد وتجهيز مناطق التحميل لسرايا الصعقة وتأمين وسائل الإمداد البحري عبر الخليج للقوات التي يتم إبرارها. أشارت الوثيقة إلى دور هيئة الإمداد والتموين ودور سلاح المهندسين أثناء العملية. تناولت مقترحات تنفيذ مطالب قائد المنطقة لتأمين تنفيذ العملية سواء من الناحية العسكرية أو القتالية. تناولت الوثيقة مقترح التنفيذ بتنظيم القوات من تشكيل قيادة وتأمين عمليات الإبرار وعمليات الإمداد البحري. روت الوثيقة خطوات التنفيذ بدقة شديدة في نقاط محددة من تحضير ثم تعبئة إلى انطلاق العملية فعليا. أشارت الوثيقة إلى تطوير عملية الهجوم وتأمين القتال من خلال تأكيد على المعلومات وتحديد مواقع قوات العدو وتعزيز المراقبة الفنية بخليج السويس. وثيقة العملية جرانيت شاهد على براعة التخطيط ودقة التنفيذ.